انا كوثر علي صالح من محافظة المنيا. كنت مش متعلمة، فجات لي الأبلة وقالت لي تعالي اتعلم في فصل محو الأمية. انا رحبت بيها وفرحت بيها ورحت معاها وقريت 6 شهور. فبعد كده جالي مرض السكر، عملت عملية بتر في رجلي فما قدرتش كمل. فبعد ما عملت العملية كملت ورحت معاها. بس معايا واديا وخمس بنات، متجوزة 3 وقاعدين 4. واديا مش متجوزين لسه، طالعين من كلية، وبنتي طالعة من تجارة تانية لسه في تانية اعداد. انا كنت بروح الفصل وكنت ببقى فرحان ان انا رايحه ومبسوطه جوه، وكنت بتعلم القرايه والكتابه. فجت رجلي تعبتني فاتقطعت عن التعليم فتره، وما كنتش بقدر امشي، كنت بمشي على كرسي بعجل. فلما رجلي خفت وقدرت احمل عليها رجعت للفصل تاني، والحمد لله يعني اتعلمت حاجات تاني. والابله علمتني وكانت بتجيلي البيت وتجريني وتحفظني اللي انا عايزاه، زي ما تشرح للامهات في الفصل كانت ما تيجي تشرح لي في البيت. فكان نفسي اتعلم والبس اللبس الازرق بتاع مدرسه الاعداديه. ففرحت لما لقيت الابله ما تقول لي تعالي اتعلم في فصل محو الاميه. الحمد لله علمتني كل حاجه، وبعرف اقرا في المصحف، وبعرف اقرا اذكار، وبعرف امضي في البوسطه. انا بعد ما اتعلمت في وخدت شهاده محو الاميه، نفسي اكمل في الاعداديه والكليه. نفسي اخش الجامعه وابقى حاجه، واتعلم عربي وانجليزي، واعرف اعلم عيالي ازاي واولاد ولادي ازاي، وابقى يعني ليا شخصيه، اعرف امشي مع الناس واتعامل مع الناس. والحمد لله يعني الرب اداني العمر، هكمل واذاكر في الكتب واحفظ وامتحن وانجح، والحمد لله ربنا هيقف معايا يا رب. انا بعد ما رحت فصل محو الاميه وتعلمت القرايه وكتابه، بعرف اقرا في المصحف، بعرف امشي، واعرف يافطه الدكتور، واعرف اقرا ورقه عقد بتاع حد مضين على اي حاجه معرفش فيها لازم اقراها، واعرف ايه اللي فيها بالظبط. الحمد لله يعني البركه في الابله فاطمه، ربنا يخلي لها اولادها يا رب. أنا بنصح أي ست ما تكونش متعلمة تتعلم وتروح في فصول محو الأمية، وتعلم ولادها ولاد ولادها، وتعرف تفك الخط وتكتب عشان ما حدش يضحك عليها في أي حاجة. وأنا نفسي لو اتعلمت يعني ودخلت مثلا الجامعة ولا أي كلية، أفتح فصل محو الأمية وأعلم الحريم اللي كانت زيي كده مش عارفة تعمل أي حاجة. نفسي أعلمهم القراية والكتابة وأعلم ولاد ولادي.